وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، وهنتكلم النهاردة عن مشكلة الصدفية مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة دكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. عايزين نتكلم عن معنى الصدفية. إيه هي الصدفية؟ طيب، هي الصدفية من اسمها كده جاي من كلمة الصدف. الصدف اللي هو عبارة عن اللي هو لونه أبيض كده بلون الصدف. الصدفية عبارة عن قشور بتظهر على الجلد. القشور دي بيكون لونها زي فض شوية أو أبيض، وبيكون حواليها محمل، وبتبقى الجزء ملتهب شوية، يبقى منطقة بيبقى فيها قشور وبتبقى ملتهبة وبتبقى لونها محمل شوية. الصدفية دي ممكن تظهر في أي مكان في الجسم، ممكن تظهر برضو في الوش، ممكن تظهر في الصدر، في الظهر، في الإيدين، كده في الضوافر، ممكن تظهر في فروة الرأس. الصدفية تعتبر من الأمراض المناعية. دي صدفية في فروة الرأس، واضحة جدا جدا جدا. دي بتشتبه مع حالة تانية بسموها إكزيما دهنية، ولكن لأن هي معدية خط الشعر فبتقول إن هنا في صدفية، قشور فوق بعض ولونها محمر وملتهب. نفس الكلام ده برضه موجودة في فروة الرأس، وممكن تكون برضو موجودة في أي مكان تاني في الجسم. زي ما قلنا، الصدفية مرض مناعي وغير معدي. الصدفية غير معدية. الفكرة برضو في دي صدفية الضوافر، بتبقى الضوافر موجودة بالشكل ده، صعبة تحتها طبقة معينة، الضفر نفسه كأنه متخرم شوية بشوية كده ساعات. ده مهم قوي ان احنا نفحص ضوافر مريض الصدفية، لان ناس كتير بتبقى مش واخده بالها من الموضوع ده. الصدفيه تعتبر من الامراض اللي فيها نسب الوراثه. لو احد الابوين مصاب بالصدفيه، نسبه اصابه الاطفال 14%. كتير. لو الابوين الاثنين مصابين بالصدفيه، نسب اصابه الاطفال 41%. لو في اخ عنده صدفيه، نسب اصابه باقي اخواته تقريبا 6%. فتعتبر من امراض الوراثيه شويه. فكرتها ايه بقى؟ فكرتها ان احنا الجلد، طبقه الجلد بتاعتنا دي تقريبا بتتجدد كل 28 يوم. الناس يعني بعد 28 يوم الطبقه دي المفروض تقع ويطلع طبقه تانية مكانها من حاجه اسمها مخزن الخلايا او بيزل سيل. تمام. دي في الجسم. الناس اللي عندهم صدفيه عندهم خلل في جهاز المناعه. جهاز المناعه بتاعهم بيروح يهاجم مخزن الخلايا او البيزل سيل دي، فبيستفزه فبيخليه يطلع خلايا تقريبا كل يومين. اللي بيطلع كل 28 هيطلع كل يومين، بتطلع خلايا كتير. هتروح فين؟ هتترص فوق بعضيها على الجلد، تعمل الطبقات، تعمل لي الطبقات دي. بما ان هذه الخلايا من الجسم ما بيرميش ولاده، هيعمل ايه؟ هيجيب لها دم كتير عشان يغذيها. لذلك دايما المنطقه اللي فيها صدفيه لونها ايه؟ لونها محمر شويه. لو شلتها الاقي زي نقطه دم ساعات بسيطه شويه. اللي عمل لي الخلل المناعي التوتر عامل رئيسي في ظهور الصدفيه. احنا لازم نعيش بالمهدئات بقى. للاسف الشديد، او نغير اسلوب حياتنا شويه، نخليه ناحيه الهدوء اكتر من الحاله اللي احنا عايشين فيها كلنا للاسف الشديد. الصدفيه من الامراض المزمنه، وبنقول للعيال انها هتقعد تروح وتيجي، فانت تاخد علاجك، ما تتضايقش كتير، ولو ظهرت تاني نبدا ناخد العلاج من بدري قوي. بنبدا العلاج بتاع الصدفيه عن طريق كريمات. رقم واحد فيها الكريمات اللي هي بترطب الجلد، لان دايما الجلد بيبقى شادد وناشف ودايما ملتهب، فبنستعمل كريمات ترطيب قويه زي الفازلين وزي حاجات تانيه كتير طبعا موجوده، مش عايزين نقول اسماء يعني. بنستعمل ادويه برضو تعمل تثبيط لجهاز المناعه اللي هو النشط في الحته دي. تمام. برضو منها انواع كتير. والحاله لو شديده شويه بنبدا نستعمل ادويه عن طريق الفم او عن طريق الحقن. مهم جدا مريض الصدفيه يعرف ان هو لازم ياخد حاجه تسيطر على النشاط المناعي الزياده، لان تقريبا انا عندي من كل ثلاثه عندهم صدفيه، واحد فيهم بيدخل في حاجه اسمها صدفيه مفاصل. جهاز المناعه زي ما بيهاجم الجلد بيروح برضو ساعات يهاجم المفاصل، فيجي الشاب يشتكي ان هو عنده مشاكل في ركبه، مشاكل في صوابعه، مشاكل في مفاصله بشكل عام. يبقى انا من بدري لازم اخد حاجه تهدي هذا الهجوم الايه؟ الهجوم المناعي. في ادويه كتير جدا زي الكورتيزون، زي السايكلوسبورون، زي الميزوتريكسيت، كل الحاجات دي بتتاخد طبعا باشراف طبيب وبجرعات محسوبه.
العلاج الضوئي والعلاج بالليزر برضو جايبين نتائج مهمة جدا جدا في الاصطدافية وفارقين فيها. دايما انا بقول مريض الصدفية مريض محظوظ. مريض محظوظ ليه؟ لان العالم كله او الشركات العالمية كلها بتستثمر في ادوية الصدفية. لذلك تقريبا ليهم تقريبا 14 علاج بيولوجي. علاج البيولوجي فكرته انا كنت زمان بدي الكورتيزون او بدي الميثوتريكسيت، فكنا بنعمل تثبيط لجهاز المناعة بشكل عام، وطبعا ده مش لطيف جدا لان احنا عاوزين نحافظ على جهاز المناعة بتاعنا. العلاج البيولوجي بيسموه العلاج البيولوجي او العلاج الذكي، بيدخل من بره يستهدف بروتين محدد هو المسبب للصدفيه، بيسيطر عليه وبيسيب جهاز المناعه شغال كويس جدا، ونتائج العلاج البيولوجي كويسه ممتازه جدا جدا جدا. في انواع بتتاخد مره كل شهر، في انواع بتتاخد مره كل شهرين، في انواع بتتاخد مره كل 3 شهور، وحتى الجديد دلوقتي كانت كل الموجود زمان كان حقن متحين تحت الجلد. الجديد دلوقتي في علاج بيولوجي بيتاخد عن طريق الفم ونتائجه ممتازه جدا. طيب المريض اللي اخذ العلاج البيولوجي والصدفيه اختفت معاه بيسالني سؤال تاني مهم، هل مش هترجع لي تاني؟ هقول لك انت هتقعد معاك فتره طويله مش موجوده، انما فرص رجوعها تاني دي موجوده، بس ما بتكونش بنفس الايه؟ بنفس الشراسه بتاعت وجودها في الاول. وانت كمان كده تجنبت حته الصدفيه المفاصل. دايما بنقول مريض الصدفيه لازم يتعالج، لانه حته ان هو برضه بيحصل في ساعه عزله في المجتمع، وخاصه لو موجوده في ايديه، خاصه لو موجوده في وشه، خاصه لو موجوده في اماكن باينه للاسف الشديد يعني. طب هو برضه مريض الصدفيه بيخاف من موضوع الليزر، بيقول لا انا لو شلتها هتطلع تاني. هو ما بيشيلهاش، هو الليزر عندنا ما بيشيلهاش. بايه بقى؟ الليزر ده حاجه اسمها اكزايما ليزر، وفكرته بيعالج السبب ان كان فيه هجوم مناعي، هجوم من جهاز المناعه على المنطقه دي، على المنطقه دي، مغزى الخلايا في المنطقه دي. فالليزر في الحاله دي بيهدي الهجوم المناعي ده، بيقلل نشاط حاجه اسمها تي ليمفوسايت. من امن علاجات الصدفيه الليزر اللي هو الاكزايمر يقللها تبطل تنتج، فبالتدريج بقى خلاص وتبطل تهاجم. وفي ادويه تانية بناخدها برضه بتقلل فرص اللي هو التيرن اوفر او الايه انها تنتج خلايا كتير. لا نتائجه امان جدا. اكتر حاجه امان في الصدفيه هي استعمال الاكزايمر ليزر. وهو بيتعالج يعني خلاص بيروح وما بيجيش تاني؟ لا، فكره ان هو ما يجيش تاني ديت ما فيش حد يقدر يضمنها. لان انا عندي خلل مناعي وعندي استعداد جيني. ما يجيش تاني دي ابحاث اخرى شغالين عليها، ان هو يبدا يعمل بقى هندسه وراثيه وغير في الدي ان ايه ويشيل الجين المسبب للموضوع ده. دي حاجات متقدمه شويه ولسه يعني طبعا شغالين فيها، واكيد العلم هيوصل حاجه في الحته دي. انما برضو عشان نكون في مصداقيه، العلاج بيعيش الشخص فتره طويله جدا من غير صدفيه. مجرد ان المريض اللي كان في وشه صدفيه وكان في ايديه صدفيه وخايف يسلم على الناس، وكان في شعره صدفيه وعمال تنزل له قشره على هدومه، مجرد ان هو يشوف نفسه اتعالج ومبقاش عنده اي حاجه خالص، دي لوحدها بتحسن الحاله النفسيه. طبعا طبعا. ولو اتحسنت الحاله النفسيه هتحسن لي قصه المناعه، والموضوع هيبقى هيستقر من داخل الجسم نفسه. وقلنا هي مش معديه. الصدفيه غير معديه. الصدفيه غير معديه، يعني نسب انتشارها تعتبر 14% او نسب الوراثه فيها 14%. طيب عايزين يا دكتور نشوف ايه طرق التواصل مع حضرتك من خلال الجمهور. طيب هو انا العياده بتاعتي موجوده في التجمع الخامس في مول طب اسمه سي ام سي في شارع التسعين، ودي صفحتي على الفيسبوك. طيب احنا عايزين بقى في نهايه الحلقه من حضرتك كده نصيحه اخيره. طيب احنا بالنسبه لنا في حته الصدفيه بالذات، مريض الصدفيه يبدا يتعالج بسرعه جدا، لا يعتمد على الكريمات لوحدها. القصه مش قصه قشره قدامك، القصه قصه ان في جهاز مناعي نشط وممكن يهاجم المفاصل. من كل 3 في 1 بيدخل في صدفيه المفاصل، فلازم تاخد الحقن اللي الدكتور كاتبها او العلاج اللي عن طريق الفم اللي الدكتور كاتبه. الاهم ان الصدفيه غير معديه، ورجاء محدش يتنمر على مريض الصدفيه. وعايزين يعني من اللقاءات المتعدده مع حضرتك نقول انه مهم جدا اي حد يظهر له اي حاجه في الجلد يروح للدكتور على طول. دي اهم حاجه في الدنيا. العلاج المبكر يعتبر نوع من انواع الوقايه يعني. صح.
بشكر حضرتك جدا في نهايه الحلقه، شكرا ليك يا دكتور. شكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.